كبير، ولكن مع الأسف الدعاية والبرنامج والمنظمة للثورة كان قوي جدا. سيادة أستاذ سلام مسافر، الدعاية دولية، المساري أمريكيين كانوا بدفع، البرنامج بول إيردمان كان يكتبه، المنظمة موجودة، المنظمة رجال الدين، كل المسجد في إيران كان مكتب للحزب الخميني. نعم، كل هذا ما كنا نفكر فيه نحن. وأنا كنت شابا طبعا، لكن الذين كانوا اليوم نحن نحكي، أقول لك شيئا، كبار من الذين كانوا ضد الشاه اليوم قالوا لي، كتبوا في الصحف، هم مع الشاه ويعتذرون. نعم، يعني هذه الشعوب دائما تندم على الماضي. براو. الآن مثلا في عدد كبير من الدول العربية يترحمون على الأنظمة التي سبقت الأنظمة الحالية، يعتقدون أنها كانت أفضل. العراقيين مثلا يترحمون حتى على صدام حسين الآن، والمصريون يترحمون على حسني مبارك. براو. وهكذا، وهلم جرى. لكن السؤال، بعد أن خرج الشاه وهنالك صورة شهيرة كان واضح عليه حين ودع الجنرالات وهو يركب الطائرة، يعني كان ينظر لهم وكأنه يقول هذه آخر مرة سأراكم فيها، يعني هو قال أنني سأذهب في إجازة. بعد ذلك ذهب ثم لم يعالج أو عولج وتوفي بالسرطان. ما هو مصير فرح بهلوي، وما هو مصير أبناء الشاه؟ الشاه طبعا بأنه كان يعرف هو مريض وسوف يموت، طبعا عندما خرج بحزن وهذا شيء طبيعي، ولكن وخصوصا عندما رأى شعبه ما عرف من كان هو، وبعد شاف العالم كيف يشتغل بالبترودولار ويقلب له ظهر المجن يعاديه. فلذلك هنا شهبانو كانت لديها مهمة جيدة ولعبت لعبة جيدة حتى اليوم، لأن شهبانو أول شيء هي التي تحكي مع أصدقاء الشاه لتجد مكانا للشاه، ملاذ. برافو. نعم. فرنسا ترفض، مليارات دولار هنا ترفض، لأن هؤلاء الناس كانوا يخافون أيضا من إيران، من خميني. وبعدين عندما أنت تقرر في غوادلوب أن سقوط الشاه أقل شيء، لا يجب أن تأتي. اليوم نحن نرى بأن زعماء إفريقيا يجدون مكانا في أوروبا، لكن الشاه لم يجد مكانا. ولكن شهبانو في البداية طبعا ملك حسين، ولكن ملك حسين كان صديق للشاه إيران، ولكن كان يزعل لأن طلب للشاه يقتل الشعب، عمل مداخلة جيش ويأخذ 1000-2000 رجال الدين وخلص هذا الثورة، لكن الشاه رفض. حتى ملك حسين قال أنا بإمكاني أن أبعث لك جنود. يعني الشاه رفض استخدام العنف ضد المنتفضين في طبعا داخل. سيد جنرال عباس قرباغي وهو صديق للشاه إيران، صديق من طفولية، وهو عندما الشاه يخرج من إيران هو أول شخص في إيران، عباس قرباغي. نعم. هو قال لي،
هو مات في باريس صديق، هو قال لي بأن الشاه أكد عباس ما بدي أقتل أحدا، ديروا بالك.